أنا فلوجة في العراق نحن هذه في تونس درجونا مسلسلات قبل حاجات معناها توري الحضارة متاعنا توري التقاليد متاعنا هذا شيء يدل أسيادة معلمين وانحطاط أخلاقي واجتماعي ما يجيش هذاك موجود في الواقع ولا موجود في الرياليتي موجود في الواقع موجود ما يلزمش نوروها لازمنا نوريوها ما مش بطريقة ذيك معناها مش في رمضان وفي عباد تتفرج مع بعضها وعائلات وواحد تشجع لازم دراسيات تصير ولازم فما لهوة خاصة المسلك التربوي فما لجان مختصة فما عباد مختصة في المسائل هذيا معناها لازم تتبع وتشوف على خاطر بالنسبة للمدرسة والليسي والمعاهد كل شيء يتبدل المسلسل هذا العمل بوليميك كبيرة الفلوجة إيه الحقيقة أنا متفرجش في المسلسل لكن الأصدقاء نشوف فيه في الفيسبوك والإنستغرام يحكيوا عليه معناتها عامل بوز معناتها من أول حلقة ما نعرفش إن بلكش الحلقات الأخرين يخفي حاجات أخرين ولا فما حبكة درامية مزيلت وكل هو الحقيقة الواقع متاع التلامذة والمقلق شوية معناتها الناس الكل عنا معناتها حاجات معناتها سلبية نسمع بيها في على المشاكل اللي تصير في المحيط المدرسي العنف المدرسي والكل نشوفوا نكتشفوا ساعة بقية الحلقات وبعدين نجموا نحكموا عليه العمل هذا ما تحكيت الفلوجة ذي شني قريتها في الجرايد قالوا هذا مسلسل يعملوا سي سامي الفهري معناها مضر معناها قاعد يهمش في الشباب وقاعد يفسد في المجتمع إن شاء الله حنقولوا كيف ما رقابتها وتاخذ الإجراءات نتاعها قريت عليه شوية ما الحقيقة مهزلة حسب ما قريت عليه هي مهزلة الحقيقة ويزم يقف يزم يقف بصراحة خاطر مش يساهم في الانحطاط نتاع الشباب والمجتمع بصفة عامة الحق أنا برمجت رمضان الكل ما تفرجتش عليها ما حسب ما حكيه على المسلسل أخلاقيا ما يجيش في التلفزة نصور كان جاي في قاعات سينما ولا يوتيوب نتفليكس الحق اي متاخر اي رمضان لي والله الحقيقه البارح عملوا معنا الفضح ربو الفرشه الحوار التونسي هذيك ما الحقيقه ما عجبنيش برشا المسلسل ونحسهم يعطيوه في فيو خايبه برشا على بلادنا لا اكثر ولا اقل الشيء هذاك موجود في الواقع ولا موجود حتى وهو موجود ما لازم ما معناها ما يعطيوش صحيه ما باش الجيل اللي يطلع ما يطلعش كيما كيكه لازم فهمت مش لازم بالفضح هكاك والله انا لا تبعته ولا شفت حتى حاجه من التلفزه التونسيه بالحق معناها زايد معناها مش لازم تفرج مع امي ولا مع دارنا سينو كهو معناتها مستنسين بيه سامي الفهري ولا غيره كيفاش يخدموا والله انا ما تفرجت زاد عليه المسلسل اما سمعت معناها عمل بوليميك كبيره اذا حاجه تمس معناها تربيه وتعليم بيان سور نحن ضدها ونورمالمون هو واقع هو واقع ساسي سور هو واقع اما الواقع نورمالمون يشاوروا وزاره التربيه يعني ياخذوا بيرميسيون باش يتعدى ولا هما خدموا من غادي لغادي وعادوا وسون بيرميسيون مس شويه معناها فهمت نحن مع انه الفن يكون نوبل معناها الحقيقه ويرتقي بالذوق المشكله انه كافير مكواقع هو يعكس الواقع الموجود في المعهد نتاعنا وكل شيء اما ك يعني طريقه طرح قويه برشا وما غير معناها مشاور وزاره التربيه دونك مشكله من عندهم الحق ومن عندهم الحق انا مع انه ساعه يتفرجوا عليه الناس المسؤولين كان فما حوايج اللي قاعده تمس هو ديجا حاسه مشونه فما حوايج تمس معنا دونك مع ايقاف الحقيقه الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه